لأن من الممكن أن تسول الإنسان نفسه فيستولي على حقوق إخوانه مثلا أو أخواته في الميراث مثلا، أو على حقوق أخواته البنات، ودي مصيبة ربما يرتكبها كثير من الناس، يقول لك ده أختي، يعني الله سبحانه وتعالى. أو تريد مثلا دولة معينة أن تشرع تشريعات يتعدون فيها حدود الله سبحانه وتعالى بالنسبة لهذه المسائل، رغم أن الله سبحانه وتعالى فصلها تفصيلا، هذا له الربع وهذا له الثمن وهذا له الثلث وهذا كذا وكذا، وفي نهاية الآيات قال ربنا سبحانه تلك حدود الله، دي حدود ربانية، لا يملك رئيس دولة ولا ملك ولا حاكم ولا سلطان ولا عالم ولا فقيه أن يغير في معالمها. ده الله سبحانه وتعالى حينما تحدث عن الصلاة تحدث عنها إجمالا، أقيموا الصلاة، لم يبين مثلا في أمور الصلاة أن تصلي الظهر ركعتين وأن تصلي العصر أربع ركعات وأن تصلي الظهر أربع ركعات وأن تصلي المغرب ثلاث ركعات وأن تصلي العشاء أربع ركعات، لا، إنما بينتها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إنما في الأمور المالية، لأن الأمور المالية تكون هي دائما مثار الخلاف بين الأخ وأخيه أو بين الناس مع بعضهم البعض، فصلها الله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، وهكذا إلى آخر الآيات. وفي نهايتها قال عز وجل تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. طيب ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها ولو عذبهم. من يتعدى حدوده سواء كان أب، ممكن هو أب يرتكب هذه الجريمة في حق أبنائه قبل أن يموت، من الممكن الأخ الأكبر يرتكب هذه الجريمة في حقوق إخوانه وأخواته، من الممكن أن السلطة الحاكمة في الدولة هي التي ترتكب هذه الجريمة. المهم أن الله عز وجل يقول ومن يتعدى حدود الله، فين؟ في الصلاة؟ في الزكاة؟ لا، هذه الآية في سورة النساء بعد أن فصل الله أمور الميراث، تلك حدود الله ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيه ولو عذاب مهين. يدخله نار ولو عذاب مهين، يعني حتى في النار العذاب، النار دركات والجنة درجات، حتى في النار له عذاب مهين. المقصد من كل هذا حبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن توبتك لن تقبل عند الله ولن تكفر الذنوب والخطايا والسيئات المتعلقة بحقوق الناس، حتى ولو كان هناك قانون يبيح لك ذلك، لديه حدود ربانية، حتى ولو كان معك مرسوم، حتى ولو كان هذا في المدونة في مثلا مع الزوجات مع الأخوات مع كذا أو كذا، دي حدود ربانية، حدود إلهية ليس لأحد أن يغير فيها. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها ولو عذاب مهين. من الممكن أن يحتمي الإنسان بالقانون، والقانون وضعي كما نعلم، الله عز وجل يقول ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة، اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فحقوق العباد لا يكفرها صوم ولا صلاة ولا حج ولا عمرة ولا حتى أن تضحي بنفسك وتموت شهيدا في سبيل الله، هذه الأمور لا تكفرها إلا إرجاع الحقوق إلى أهلها. وهذا واضح في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم للرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله رأيت قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي، قال تكفر عنك خطاياك إلا الدين، حتى الديون، ديون الأموال التي خستها من الناس أو ناس عملوا عندك وأكلت حقوقهم أو كذا أو كذا. السؤال إذا أردت أن أعيد الحقوق إلى أهلها وبحثت عن أهلها فلم أجدهم، في هذا إذا بحثت يعني ولم تجد،
يبقى في هذه الحالة تتصدق بهذه الحقوق عن أصحابها ولست عنك أنت، هي أن تتصدق بها ليس من باب الصدقة، لأن الله عز وجل لا يقبل إلا طيبة، ولكن من باب التخلص بها. وهذه أيضا توبة من اختلط ماله الحلال بالمال الحرام. إنسان مثلا عمل في كثير من المعاصي وجمع أمور يعني أمور مالية ودخل فيها المال الحرام، وهذا ما نبينه إن شاء الله عز وجل في دروسنا. لكن على كل حال ما نود أن نقوله أن توبة الإنسان الذي يريد إرجاع الحقوق إلى أهلها لابد أن يرجعها، إن بحث عنهم ولم يجدهم بيتصدق عن أصحابه. والله لما يجي بقى ويقف أمام الله سبحانه وتعالى وإذا طالبه أهل الحقوق بها فتأتي الصدقة إليهم، الصدقة التي تصدق بها عن أصحابها وليس عن نفسه، وهكذا. هذا هو رأي الإمام ابن تيمية عليه رحمة الله. أما توبة من اختلط ماله الحلال بالمال الحرام فينظر في ماله نظرة صادقة ويرى ما المال الحرام أو مقدار المال الحرام الذي اكتسبه ويتخلص منه، يعني يتصدق تخلصا وليس تطوعا، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، وهكذا حفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحتى حينما نسمع يعني آيات قرآنية أو أحاديث نبوية، يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، أي نعم، ولكن لابد من إرجاع المظالم إلى أهلها. لما نسمع من حج فلم يرفث ولم يرفث رجع من ذنوبه كما مولدت أمه، حتى لو كان واكل حقوق أخواني، لا، لابد من إرجاع كما قلنا الحقوق إلى أهلها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.